ترامب يقول بأنه لو كان في البيت الأبيض لما حصلت الحرب في غزة، وأنه عندما يصل إلى البيت الأبيض فإنه سوف يوقف الحرب، وبإمكانه أن يوقف الحرب لأنه كما تعلم لدى الولايات المتحدة القدرات الاقتصادية التي تسمح لها بفرض عقوبات اقتصادية إذا اقتضى الأمر لوقف الحرب. يعني ترامب هو الرئيس الوحيد في خلال السنوات الأربعين الماضية الذي لم يلجأ إلى السلاح لحل المشاكل في أي بلد من دول العالم، لأن سياسة ترامب تقول بأنني لن أستعمل السلاح طالما بإمكاني أن أستعمل السلاح الاقتصادي. لذلك خذ مثلا إيران، إيران استطاع أن يشل الاقتصاد الإيراني بدون إطلاق فشكة واحدة على إيران. هذه مفهومة، عفوا عذر المقاطعة سيد جابريل، أنتم شليتم الأمريكان من خلال العقوبات، سيستخدم نفس الأسلوب إذا ما ظل نتنياهو بهذا الاستهتار بالحكومة الأمريكية وبايدن وبقراراتها؟ إذن هل خيار وقف الدعم والعقوبات على إسرائيل من قبل ترامب لإيقاف الحرب؟ أما كيف سيقف الحرب؟ ترامب بإمكانه أن يوقف الحرب في خلال 24 ساعة. كيف؟ هذا ما قاله، ولديه القدرات الكافية. خليني أسمع منك، أنت مستشاره الشخصي سيد جابريل، معذرة، أنت مستشاره الشخصي وقريب منه جدا، يعني كيف يقف الحرب ب24 ساعة؟ هذا خبر مفرح. ترامب مش مثل بايدن، بايدن شخص يختلف تماما عن ترامب. ترامب لديه القدرات العقلية الكافية بتليفون واحد مع بنيامين نتنياهو، بعطيك 24 ساعة ووقف الحرب كومبليتلي، تقف الحرب. أؤكد لك الحرب تقف في غضون 24 ساعة. ترامب غير، يعني الطريقة التي يعالج فيها المشاكل تختلف تماما عن طريقة بايدن. بايدن يقول للإسرائيليين أوكي رح ندعمكم هاي السلاح، ويضع فيتو على مسألة وقف إطلاق النار في غزة. ترامب لا يفعل هذا الشيء، ولكن يتصل بنتنياهو ويقول له في غضون 24 ساعة يجب أن تقف الحرب في غزة، ينتهي الأمر، تنتهي الحرب. هذه كانت علاقته مع كل زعماء دول العالم، واستطاع في خلال 4 سنوات أن يؤمن الأمن في كافة أنحاء العالم. كان هناك سلام في كل الدول، ما كان في عندنا ولا مشكلة. المشكلة الوحيدة مع إيران أنه قال لإيران إذا تسببتم بمقتل أمريكي واحد فإنني سأنتقم بطريقة لم تشاهدون مثيلا لها. وعندما قتل جندي أمريكي ماذا فعل؟ قرر القضاء على قاسم السليماني، وهدد الرئيس الخامنئي، قال له إذا انتقمت فإنني سأنتقم منك، أعرف عنوانك، أعرف أين تسكن. وانتهت المشكلة. بايدن ليس باستطاعته أن يتخذ قرارات من هذا النوع. ترامب يتخذ كل القرارات اللازمة. لذلك كانت علاقته طيبة مع الرئيس. لكن هذه القيادات المهمة التي قتلت في عهد بايدن، مثل السيد حسن نصر الله، مثل إسماعيل هنية، مثل قاسم سليماني، هذه بايدن ما قالوا ضلع فيها، هذه إسرائيل قامت بها. بايدن ما عنده النفوذ الذي كان لترامب على إسرائيل. يعني قاسم سليماني اقتلته إسرائيل؟ ترامب كان بإمكانه أن يمنع حصول هذا الحرب. يعني 7 أكتوبر ما كانت حصلت لو ترامب البيت الأبيض. يا أخي، يعني أنا أريد أن أسايرك في هذه الرواية، وأتمنى ما تقوله أن يصبح غدا حقيقة، لكن هذه الإمبراطورية المالية والاقتصادية والعسكرية تقرون الآن، هذه الفترة كان يحكمها مجنون، إذن ما أثر ذلك على العالم؟ ترامب منه مجنون، ترامب بنى إمبراطورية اقتصادية لنفسه ولعائلته. إذا رحت على بيته بمارالاغو
يعني مش مجرد قصر، اتس مدينة بناها كلها لأنه عنده ذكاء اقتصادي قوي. نيويورك هالبنايات الكبيرة الشاهقة بنيويورك، السكاي سكريبرز كلها بناها دونالد ترامب، رجل اقتصادي من الطراز الأول. بيقول لك يعني بناها كان فاسدا، يعني مديدة على أموال دافعي الضرائب، أخذ من أموال الشعب الأمريكي وعاش كل هذه الرفاهية سيد جابريل. نو نو نو، ترامب لما كان يصير في مشكلة بنيويورك والمير تبع نيويورك، عملة نيويورك والجافرنر لنيويورك ما كانوا يقدروا يحلوا المشكلة، كان يجي ترامب يتوسط ويحل المشكلة. ما جاوبت على سؤالي، بايدن كان بالتوصيف الذي تقول به كان فاسدا ماليا؟ نو لا، أنا ما عم بحكي عن الفساد المالي. أو بالنسبة لبايدن، نو ما عم بحكي عن فساد مالي. في أمريكا الفساد المالي ممنوع وفي رقابة من قبل الاي ار اس. بليف مي، لما يجوا لعندك الاي ار اس تبعوا المصالح الضرائب ويدقوا على الباب، الخطر منهم اكبر من خطر السي اي اي واكثر من خطر الاف بي اي. لما يجوا مصلحة الضرائب لعندك على البيت، بيقدروا يحجزوا سيارتك، يحجزوا بيتك، يمنعوك من السفر، ياخذوا الباسبور منك. طيب انا اشكرك.